مكان يا مكان، في سالف العصر والأوان، بداية للحكاية على مر العصور والأزمان، وفي شارقة سلطان الخير صور للعطاء الإنساني المتجدد، وتأكيد لقيم الشارقة الثابتة الأصيلة وللخصال النبيلة للمجتمع الإماراتي. اليوم نحن ننظم مبادرة كان يا مكان في شهر الخير، وهي مبادرة أتت في عام 2015 لتوفير كتب ذو جودة عالية للأطفال الذين يصعب وصول الكتاب إليهم. طبعا نحن نحاول نحفز فئات المجتمع ونسلط الضوء على مبدأ الشمولية في لقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، والذي يحفز جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الحملة، والتي نهدف من خلالها للوصول لأكبر شريحة من فئات المجتمع أن يشاركوا معنا ويتبرعوا بالكتب للأطفال واليافعين. وبدورنا نحن نطلع إلى توصيل هذه الكتب للأطفال تزامنا مع يوم اللاجئين العالمي الذي يصادف 20 يونيو من كل عام. بعد أن نحن نستلم الصناديق، نحن نقوم بدورنا في فريق العمل، نقوم بفرز هذه الكتب وأخذ المناسب لهؤلاء الأطفال. طبعا نحن نركز أكثر على الكتب التي تحتوي القصص التي تطلق العنان لمخيلة الأطفال، والتي تساعدهم على أنهم نقدر نقول يخرجون من الواقع اللي هم يمرون فيه، إن كان رحلة خروج من دولهم لدول أخرى أو من واقع ممكن يعيشونه في الحياة. افتح كتاباً تفتح أذهاناً، شعار حي نابض للشارقة العاصمة العالمية للكتاب، حيث يتبلور بمعانيه الفياضة في حملة كان يا مكان بنسختها الخامسة بتنظيم من المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، والتي احتضن خيمتها مسرح المجاز معلنة عن انطلاقها من الشارقة الإمارة الباسمة عبر التبرع المجتمعي بالكتاب الكنز الأثمن، محطما للجغرافيا المكانية ومعليا للهوية الإنسانية ومقدما للدعم المعنوي والنفسي، وليكن خير معين للأطفال واليافعين من اللاجئين. طبعا هناك خطة عمل مدروسة واضحة سوف نبدأها بالمخيم الإماراتي الأردني، وهي زيارة ستكون قريبا إن شاء الله، وستتبعه زيارات أخرى لمناطق أخرى. طبعا نحن ما نقدر نقول أن نحن فقط نسلط الضوء على الأطفال اللاجئين، نحن نقدر نقول أطفال واليافعين الذين يقطنون في مناطق يصعب وصول الكتاب إليها، من ضمنهم الأطفال اللاجئين. كان يا مكان تحقيق لأحلام الأطفال واليافعين من اللاجئين في كافة المناطق التي يصعب فيها وصول الكتاب نتيجة لأي ظروف كانت، واهبة البهجة والسعادة لنفوس وعقول ستشكل الغد القادم لمستقبل العديد من الأوطان.